ما مدى إمكانية أن تسمح إيران لتركيا بالتوغل في العراق على المستوى السياسي والاقتصادي ومنافستها في نفوذها؟ يعني خلينا نكون واقعيين، إيران ليست كوكلائها في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو سوريا. إيران براغماتية، يعني تتعامل مع الواقع، ورأينا يعني كيف تكون إيران واقعية، خاصة في القصف المتبادل الذي جرى بين إيران وبين إسرائيل. فهذا يدل دلالة واضحة على أن إيران ليست كما يقال عنها يعني إرهابية، أو ممكن أن تتعامل فقط في القوة، أو تمتلك فقط قيم ومبادئ وتريد أن تحارب من أجلها. لا، إيران تتعامل بواقعية جدا. ولكن الوكلاء لا يفهمون هذا الحالة، هم مجرد ينفذون أجندات معينة ويريدون البقاء في السلطة. لكن حاليا هؤلاء نفسهم الذين ذكرتهم يا أستاذي هم أصبحوا يعني قوة مالية. القوة المالية أيضا يريدون أن يحافظون عليها، يعني ممكن أن يفقدوا دعم إيران لكن مقابل أن يحفظوا موقفهم المالي الذي أصبح حاليا مافيات.